السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات، كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وتمام الصحة والعافية، وكنتمنى كذلك يلقاكم هذا المقطع ديال هذا الفيديو أو هذا الحصة التعليمية بألف خير إن شاء الله وتمام الصحة والعافية. كيف ما كتشوفوا معي البنات، اليوم التطبيق ديال هاد الرشمة اللي غنوريها لكم أمام الشاشة ديالكم اللي هي هذه، يعني التطبيق ديال هاد الرشمة ان شاء الله غيكون بشرح مفصل، وغنوريكم الطريقة باش الطريقة باش تخدموا هاد الكارو هادو. مهم بقاو معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الدرس، وغنبداو بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجة هي غنبداو دائما كنبداو بسم الله باش الله يبارك لينا وباش هكا تكون العمل مبارك فيهم. نطلبوا الله يرزقنا الصحة ويرفع لينا الله هذا الوباء وترجع حالنا كيف ما كان في الأول، والحمد لله على كل الأحوال. غنبداو بسم الله. بالنسبة لهذا الشكل هذا، كتخدم بهذه الطريقة هكا. هنا بالنسبة لهذا الشكل هكا، كيبغي المربعات يكونوا مقادين، كيبغي المربع يكون مقادد، يعني كل مربع يبغي المربعات مقادين، خدامه بالباج ومعمر النيلو حتى هو باللون الباج، يعني بجوج خدامه في الباج في الباج. قدرنا نقسموهم يعني غير عينا ميزاننا احسن، ما قدرناش نديروا القلم البنات. يعني كنشكلوا كل وسط كل مربع كنديروا نجمه بحال نجيمه. يعني راه كاينه طريقه اللي تخدموا كاملين في دقه واحده، تخدمي هاد الصف تهبطيتي لتحت وتدوري هكا وتدوري هكا غتجي اسهل. انا غنحاول نوريها لكم في هاد البلاصه هنا، شوفوا معايا. نجي هنا باك، كيبغي الماكينه رقيقه، تيبغي الماكينه الدقه خفيفه، ما تكونش مكثر ياتور كثير. بهذا الشكل هكا كندير كروه ونعاود ثاني. الماكينه انا دابا كنخدم بها كنحس بها كترعد، ما فهمتش الترعيده منهاش، وكانت قالت لي واحد المتتبعه قالت لي الماكينه كترعد ليا، وقلت انا راه عمرها ما طرات ليا، دابا انا كنخدم وكنحس بها كترعد، ما عرفتش منهاش انا. نجي وسط هنا هكا،
كتجي بحال نجمه، ماشي بحال كتجي بحال كتجي نجمه نجمه كد... وسط كل مربع كاين نجمه. نتوما باش ما يتلفش لكم العبار خدموا بالمربع بالمربع. خدموا بحال هكا كل مربع وحده بحال هكا. صافي هنا صافي ساليت، بقات لي غير هنا. وفين غيبان النجيمات في الكويان ديالهم فين غتبان؟ صافي هنا غندوز الوسط، يعني الفرق هذا الوسط اللي كيبان لكم هنا بقى ناصح. هنا غندوزو هاد الخنيجرات، بالنسبه لهذا الشكل هذا البنات غنجي هنا ندير خط هيك خط هيك خط هيك، غنخدموا الوسط هو الاولاني، غنخدموا هنايا عاد نخدموا الجناب. باش جينا خدمه مفينيه الوسط هو الاولاني، شوفوا معايا عاد في الاخر نخدمو الجناب. قدرنا نخدمو عيننا ميزاننا نخدمو عيننا ميزاننا، ما قدرناش دائما قلم الرصاص ونستعن به باش يجيني داكشي مقاد. انا اليوم راه ما مساعدانيش الماكينه في الخدمه والو، ولكن غنبقى معاها بشوي بشوي تنكمل هاد الرشمه ان شاء الله. الجهة الأخرى ملي غنسالي ملي غنسالي في الجناب ديالو غندوز الدقة. دايره بشوي بشوي كنبقى دايره معاها بشوي بشوي الرشمه كلها رشمه غتحفف بالدقه، يعني رشمه كامله. باش نطول عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل باش ندوزو للتشباك ديالو. كلها غدور بالدقة كاملة.
كنبقى نضرب شويه عليا. يعني كنبقى دايره دق بشويه بشويه حتى كندور ندور الدقه عليها كامله. من الاحسن البنات، من الاحسن اللي عندهم الموتور صامت او الموتور المتحكم فيه، نقص السرعه ديال الماكينه. يعني شوفوا معايا ملي كنبداو تخدموا السرعه ناقصه، شوفوا معايا كتحكموا في الخدمه وكتجي متقونه. شوفوا شوفوا معايا الموتور الى نقصنا من السرعه ديالو. صراحه البنات خدموا الشباك بالموتور يكون خفيف، يعني السرعه غتجي زوينه، الرجمه غتجي زوينه، واخا قلت لكم الماكينه ما عاونتنيش غتجي زوينه. يعني نبقى غادا دقه دقه حتى ندور عليها كامله، والرشمه كلها غدور بالدقه، ما كاينش بلاصه فيها ما غدوش فيها الدقه البنات. يعني بلا باش ما نطولش عليكم نكمل غير هاد الورده وغنحلف هكا هكا. شوفوا الخدمه ملي كتعطيها الخاطر وكتعطيها الوقت ديالها وكتعطيها الخاطر ديالك كتطلع زوينه. حتى هذا المربع حتى هو غيدور بالدقه، يعني كامله رشيمه كامله غتدور غتدور بالدقه من الجناب ديالها. غنجول هنا لهذا الشكل هذا، واللي كملتها نضرب الدقه ديالها. شوفوا غنقص من السرعه ديال الموتور البنات، يعني غنخلي نقص مزيان هكا احسن ليا. يعني الا بغيت نخدم الشباك ما نديرش السرعه في الموتور طالعه كتخدم 1000 و1900، دابا درت غير 900 البنات، غتشوفوا الخدمه كيفاش غتبدا ناقصه. حتى الصوت ما كيبقاش، وكتبقى عندك الخدمه كتخدمي على خاطرك بشويه لك. دابا انا حتى ولفت السرعه طالعه غتجيني ثقيله، ولكن في الشباك حاولوا تخدموا ما تخدموش ب 2000 ب 2900 2700، حاولوا نقصوا شويه السرعه ديال الموتور، يعني باش يجيكم الشباك زوين حاولوا وتنقصوا. اولا ما كان اللي ما عندوش الماكينه ديال الموتور صامت يحاول يرجليه. المشكله هي انني ولفت الماكينه، ولفت السرعه في الماكينه. غنخدم ثاني هنا هذا الشكل هذا، you
حتى هو. هكا صراحه غتجي زوينه شيماء ان شاء الله، غتكمل غتجي تبارك الله ما شاء الله غتجي روعه. يعني لاحظوا معي واحد الملاحظه البنات، انني الله اكبر المهم غيسالي الاذان عاد غنرجع لكم. هنا البنات غندوزو لهذا الشكل اللي بحال هذا، نشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالو. بحال هكا كنبقى حتى كنكمل الارشيمه ديالي، واخر حاجه غندوزها هي التشنيف. يعني غندوزو التشنيف وغنعاودو عليه يعني للمره الثانيه. كنتمنى الحصه تاع اليوم وكنتمنى هاد الدرس تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غندوزو التشبك ديالها. هنا البنات غندوزو الطريقه ديال الكي ديال هاد المربعات، ما تشوفوا معايا اعطيني كرتونه راه حداك. يعني شوفوا كنجي هنا كل مثلث كندير ليه هذا الشكل بحال هكايا. هنا علاش كنقول لكم دائما خاص الراس تاع البره، علاش الراس تاع الكاويه تكونوا باردينو مزيان. شفتوا الشكل اللي عطى، عطى شكل بحال شكل نجيمات هكا هكا. وهنا كنكون حاطه حدايا واحد الطرف ديال الكرتونه، ملي كنحس بها سخنت شوفوا معايا اولا بدات كتحرق هذا الشكل بحال هكا. نحاول يعني نكوي ونشكل بحال اللوزه بحال هكا. شوفوا معايا الورا ما كاش سخونه ليا الكويه مزيان. شوفوا معايا هكا وكنجر عند الوسط هك 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 هاد الشكل هك هك.
كنكوي وكنجر هنا الوسط، شوفوا معايا كنكوي وكنجر هكا باش كتعطيني داك الشكل بحال شكل ديال الويزه، شفتوا؟ البنات واقيلا ما كنتش كنشوفوا معايا، كنكوي وكنجر هكا الوسط، يعني كنكوي وكنجر هاد البلاصه هنا الوسط هك هكا، شوفوا معايا هنا هك هك هك. علاش الراس على الكاويه رقيق كيدخل ليا في التقيبات اللي كيكونوا صغيورين. صافي ها هي كملتها، غندوز هنايا غندوز على الجناب هكا بشويه عليا بحال هكا، شفتوا؟ غنجي هنا هكا 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 هكا، نجي ثاني هنا هكا. الا بقات لي شي حاجه كنكملها بالمقص البنات هكا بهذا الشيء، اولا كنستعين باليد ديالي بهذا الشكل هكا وكنقطعهم هكا، يعني ندير جوج الايدين ونخدم بحال هكا. شفتوا كيف جات؟ ملي كنسالي كندير لافينيسيون بحال هكايا، ملي كنتقب ونسالي كندير لافينيسيون على الجناب ديال الورده بحال هكا بحال هكا. كنوصل هنا كنشد بصبعي وكنكمل، يعني ملي كنوصل شفتوا، وغنبقى بهذه الطريقه حتى نكملها كامله. بالنسبه لهادو راه كنكوي عادي هكا. مهم بزاف انكم تبردوا الكاويه البنات، يعني شي حاجه اللي مهمه هانتوما كتدخل لكم في التقيبات الصغيورين، وما نخلوش الكاويه معسله ولا معمره بالكاويه، ما نخلوهاش معمره اما كندير جيكس وكنسالي كندير طرف ديال الكرتون وكنبيكي فيه صافي كيحيد ليا لاطراس ديال الكاويه. نكو هذا الشكل هذا هنا هكا هكا هكا، يعني ماشي كان ما كنبيكيش واقفه هكا، كنميلها شوفوا معايا كنميل الكاوي وكنجر ها، يعني كنكوي بها هكا مايله ماشي واقفه هكا، ضروري كنميلها شفتوا هنا ها. واحد القضيه البنات صافي غنبقى هكا ما كنبغيش نهضر الا كنت كنكوي، غنبقى بحال هكا حتى نكمل الرشيمه كامله. حد القضيه بغيت نقولها لكم، ما عمرنا من يعني ما نشبكوا ولا نديروا التشباك ونتقبوه حتى نكونوا تاكدنا من ان منقيه المرمه من الظهر ديالها كامله. غنقول لكم بسلام عليكم البنات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز رباط المتقون مع ام عثمان زيدات.